مساء الخير، انا دكتور نادر محمد حماده، استشاري جراحه الاوعيه الدمويه والاسطرات التدخليه في الاوعيه الطرفيه ومدرس بجامعه عين شمس. النهارده حابب اخد وقت قصير من وقت زمايلنا الاطباء، مش بس جراحين الاوعيه لكن كل الاطباء في مختلف التخصصات وبالذات اللي بيبتدوا حياتهم العمليه، عشان اتكلم عن تيست صغير المفروض ان احنا كلنا نبقى عارفينه او على الاقل عارفين البرنسبلز بتاعته وعارفين بيتعمل ازاي وازاي نعمل له انتربريتيشن، ازاي نفسر النتائج بتاعته. التيست دوت اللي هختاره واتكلم عنه النهارده هو الانكل بريكيال بريشر انديسز. زي ما انتم عارفين من الاسم وزي ما درسنا، ده يعتبر اكزامينيشن مش انفستيجيشن، بنستخدم فيه الهاند هيلد دوبلر. التيست دوت بنستخدمه عشان نقيس مستوى تدفق الدم في الشرايين الطرفيه في اللور ليمبس للمرضى اللي احنا متوقعين ان ممكن يكون عندهم peripheral vascular disease او peripheral arterial disease. التست ده سهل جدا وبسيط وهشرحه بسهوله وفي دقيقتين. ان احنا في الاول، ودي معلومه مهمه لازم نعرفينها سواء عشان الانكل بريكال اندكس او عامه، اي مريض بيجي لي ما بقاش عارفه، مهم جدا ان انا اقيس له الضغط في دراعينه الاثنين، يعني اقيس له البريكال ارتري رايت وليفت. والحقيقه ده ليه امبليكيشن مهم جدا وليه ميديكال ليجال اسبيكتس مهمه. يعني اديكم مثال، لو في مريض جالي وقست له الضغط السيستوليك بريكيال بريشر في الناحيه اليمين لقيته 120 ملم ميركوري السيستوليك، وجيت قسته في الناحيه الشمال لقيته 180. بدايه انا العيان دوت لو انا قست له الناحيه اليمين بس لقيته 120، هقول له ما عندكش الضغط بتاعك كويس ومش هديله علاج ضغط وهمشيه. في حين اكشولي لما بقيس الناحيتين ولقيت ان في ناحيه اعلى، الناحيه الاعلى دي هي الناحيه ده الضغط الحقيقي للعيان. والسبب في كده ان ممكن في باثولوجيز كتير تضغط على الارتري او تقفله سواء من الخارج او من الداخل وتوطي الضغط في ناحيه من الناحيتين، لكن مفيش امراض هتعلي الضغط في دراع ويكون الضغط الطبيعي بتاع العيان هو الضغط الواطي. فلما يكون عندك عيان تقيس له السيستوليك بريكيال بريشر الناحيتين وتلاقي ناحيه 180 وناحيه 120، يبقى العيان ده ضغطه فعلا 180 ملم ميركوري مش ال 120. وفي الحاله دي سواء انت بتعالجه من الضغط او عايز تعمل الانكل بريشر انكل بريكيال بريشر انديسز، بتجنور تماما الناحيه اللي الضغط فيها واطي. نورمالي الفرق بين الناحيتين المفروض يكون بين 15 تو 20 ملم ميركوري، لما يكون اكتر من كده احنا بنجنور تماما الناحيه اللي الضغط فيها اوطى. لكن احنا عشان نقيس السيستوليك بريكيال بريشر في الانكل بريكيال بريشر انديسز لازم نقيسه بالهاند هيل دوبلر، لانك مش هتقدر تستخدم الاستيثوسكوب او البالباتوري ميثود في العيان اللي عنده بريفير فاسكولار ديزيز. فبالتالي احنا لازم تستاندردايز الواي ان احنا بنقيس بيها الانكل بريكيال بريشر، نستخدم الهاند هيل دوبلر. فبتجيب الهاند هيل دوبلر بتحطه على البريكيال ارتري اللي انت حاسه، تبدا ترفع الضغط في الكف زي ما بتقيس الضغط وتبدا تنزله لغايه اول صوت تسمعه، يبقى ده السيستوليك بريكيال بريشر. بتعمل الناحيتين وبتختار القيمه الفاليو الاعلى وهي دي اللي هتقسم عليها الانكل بريشر. نيجي للانكل بنفس الطريقه، بتجيب الهاند هيل دوبلر. المفروض ان العيان انت بتعمل له انكل بريكيال بريشر انديسز ما عندوش ديستال بولسز، لان انت شاكك ان عنده بريفير فاسكولار ديزيز. لو هو عنده بولسز ممكن يبقى التست اقل اهميه شويه، لكن لو انت مش عنده مش حاسس ببولس فانت بتحط الهاند هيل دوبلر على الكورس بتاع الانتير تيبيال او دورسال سبيدس، بتسمع السيجنالز وبعدين ترفع الكاف اللي انت بتبقى حاططها حوالين اللور كاف عشان تجيب السيستوليك بريشر في الانتير تيبيال ارتري. نفس الكلام ورا الميديال مالوس، بتحط الدوبلر تسمع السيجنالز على البوستيرير تيبيال ارتري وبعدين ترفع البريشر في الكف لغايه ما الفويس ديسابير، وبعد كده تبدا ان انت تنزل الضغط لغايه ما تسمع السيستوليك بريكيال بريشر بتاع البوستيرير تيبيال ارتري. لو انت عايز تجيب الانكل بريكيال بريشر اندكس بتاع الرايت فوت جنرالي، بتختار الفاليو الاعلى ما بين الانتيرير تيبيال والبوستيرير تيبيال وتقسمها على البريكيال الاعلى في الناحيتين. مفيش اي علاقه على الاطلاق بين الرجل اليمين والايد اليمين في السيركيليشن في الارتيريال سيركيليشن، او الايد الشمال والرجل الشمال. فاحنا بنختار في الايد الفاليو الاعلى، لكن في الرجل احنا محتاجين انكل بريشر سيبريت للناحيه اليمين والناحيه الشمال، لان ممكن المريض يكون عنده بريفير فاسكولار ديزيز مؤثر على ناحيه اكتر من ناحيه او عنده مانيفستيشن في ناحيه اكتر من ناحيه. بعد ما بنجيب الفاليو المفروض النورمال فاليو تبقى اكتر من 0.9، لو هي اكتر من 1.2 بنقول غالبا الفيسل او الارتري بتاع اللور ليم ده نون كومبريسبل، وده بيحصل في حالات الكالسيفيكيشن، العينين الكرونيك ليفر الكرونيك رينال ديزيز الاند ستيج رينال ديزيز الدايبيتيك بيشنتس، بيبقى عندهم كالسيفيكيشن بتبقى الفيسلز نون كومبريسبل، فممكن يديني فولس هاي او فولس نورمال فاليو. لو العيان ما بين 1.2 تو 0.9 ده بنعتبره نورمال انكل بريكيال بريشر انديسز، لو اقل من 0.9 فده معناه ان البلود فلو في الارتري اقل من المفروض.
طبعا العيانين بنقسمهم اكوردنج للاي بي ايز، وده رف ستاندرزيشن للسيفيرتي بتاعت الديزيز، ان هو من 0.9 ل 0.7 بيبقى عنده مودريت ديزيز، من 0.7 ل 0.5 عنده مودريت ديزيز، من 0.9 ل 0.7 ده مايلد، من 0.7 ل 0.5 ده مودريت، من 0.5 ل 0.3 ده سيفير، وغالبا اللي بيبقى اقل من 0.3 بيبقى عنده كريتيكال لمب اسكيميا. اتمنى تكون المعلومه دي فادتكم، وتفتكروا دايما تقيسوا السيستوليك بريكال بريشر في الناحيتين، وتو نو هاو تو دو ذا انكل بريكال بريشر انديسز اند هاو تو انتربريت ذا انفورميشن ذات يو ويل جيت فروم ذيس تيست. شكر جدا ليكم، واتمنى كلكم تكونوا في تقدم وازدهار دائم. شكرا.